السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم النهاردة معانا في المراجعة والتدريبات من كتاب الامتحان. الناس كتير بتسألنا تنزلوا فيديوهات تاني ولا لأ. الشرح موجود على القناة، هو نفس المدرس وهو نفس اللي أنا بشرح الموجود، هو نفس الشرح، المنهج متغيرش، مفيش أي حاجة في المنهج اتغيرت، بالعكس الشرح موجود جميل جدا. احنا هنعمل السنه دي ايه؟ هننزل حل كتاب الامتحان كاملا، اللي هو الكتاب الكبير، هنحله كامل، مفيش هنسيب سؤال مش هنحله مع بعض السنه دي. بدل ما نقعد نشرح تاني، لا احنا هنحل بقى، نعمل حاجات جديده والشرح كده كده موجود، ونعمل مراجعات اكتر ونعمل امتحانات بدل ما هنقعد كل سنه ننزل الشرح. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض في الوحده الاولى الدرس الاول، وهنحل جميع اسئله كتاب الامتحان مع بعض. ده السؤال الاول، نبدا مع بعض. يقول لك اكمل العبارات التالية: رتب مندليف العناصر ترتيبا تصاعديا حسب نقط. طبعا مندليف رتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب اوزانها الذريه، حسب الايه؟ الوزن الذري. بينما رتبها موزلي تصاعديا حسب الايه؟ حسب العدد الذري. مندليف حسب الوزن الذري، اما موزلي حسب العدد الذري. تكون الجدول الدوري الحديث من نوع الدورات افقيه، طبعا من 7 دورات افقيه، وكم مجموعه؟ 18 مجموعه راسيه. 7 دورات افقيه و18 مجموعه راسيه. ما الاساس العلمي لتصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث؟ حاجتين: ان العناصر ترتب ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري. 2 طريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات، ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات. بعد كده السؤال الثالث: حدد مواضع كل من العناصر الاتيه بالجدول الدوري الحديث. الهيدروجين، عشان احدد الموضع لازم اعرف الدوره، لازم اعرف المجموعه. الدوره كنا بنعرفها ازاي؟ الدوره بنعد عدد مستويات الطاقه، الدوره بنعد عدد مستويات الطاقه. طب والمجموعه يا مستر؟ المجموعه بنشوف اخر رقم ونحط جنبه ايه، ما عدا اخره 8، ده بيبقى المجموعه الايه؟ الصفريه. والهيليوم ده برده في المجموعه الصفريه. تعال هنشوف مع بعض. الهيدروجين اتش 1، تعالى كده نعمل الهيدروجين، ادي الكي معاها 1 بس معايا كده، الهيدروجين اتش 1 ادي التوزيع بتاعه 1، يبقى في الدوره الاولى، يبقى في الدوره الاولى المجموعه 1A، في المجموعه ايه؟ 1A، عشان اخره 1. طب تعال نشوف النيون، النيون لو شفت هتلاقيه 2.8 كي ال، هتلاقيه كام؟ 2.8. يبقى ده في الدورة الثانية، ده في الدورة الايه؟ الثانية. المجموعة اخره 8 يبقى المجموعة الايه؟ الصفرية. اخره 8 يبقى المجموعة الصفرية. الكالسيوم سي 20، تعال نوزعه كده، ال 20 هيتوزعوا 2.882. يبقى في الدورة اوكي ال ام ان، في الدورة الايه؟ الرابعة، في الدورة الرابعة، في الدورة الرابعة. ليه؟ ادي 1 2 3 4، يبقى في الدورة الرابعة. المجموعة اخره كام؟ 2، يبقى في المجموعة 2، وحط جنبها ايه؟ 2A، المجموعة 2A. طب الصوديوم، الصوديوم لو وزعته هلاقيه 2.8.1، 11 يبقى 2.8.1. عدد مستويات الطاقة، ادي الكي وادي ال وادي الام، 1 2 3، يبقى 3 مستويات ايه؟ طاقة. 3 مستويات طاقة، يبقى الدورة التالتة، يبقى الدورة الايه؟ التالتة. 1 2 3، يبقى الدورة التالتة. المجموعة اخر 1 يبقى 1، وحط جنبها ايه؟ يبقى المجموعة 1A، المجموعة 1A. الالومنيوم لما نيجي نوزعه 2.8 كام؟ 3، 2.8 3، 2.8 3، عشان 13، ادي الكي وادي ال وادي الام، يبقى في الدورة ادي 1 2 3، الدورة التالتة. المجموعة اخره 3 يبقى 3A معايا كده. الارجون تعالى نوزعه 2.8 8، الكي والال والام، الدورة ادي 1 2 3، يبقى الدورة التالتة، يبقى الدورة التالتة. المجموعة اخره 8 يبقى المجموعة الايه؟ الصفرية. اخره 8 يبقى المجموعة الصفرية. رقم 4: أوجد العدد الذري لكل من العناصر التالية.
العنصر اكس يقع في الدورة الاولى والمجموعة صفرية. هنا كان في السؤال اللي قبله كان هو مديني العدد الذري وعاوز الموضع، هنا مديني الموضع وعاوز العدد الذري، يبقى هنعمل العكس. ازاي العكس؟ هو في الدورة الاولى يبقى مستوى طاقة واحد، الدورة الاولى يبقى مستوى طاقة واحد معايا كده، والمجموعة الصفرية يعني اخره كام؟ اتنين. يعني مثلا مش كام بيبقى اخره؟ 8. مش قلنا معادن الهيليوم بيبقى اخره 2؟ ما هو ده الهيليوم. يبقى العدد الذري بتاعه بكام؟ ب2. يبقى العدد الذري بتاعه ب2. تعال نشوف اللي بعد. العنصر واي يقع في الدورة الثانية، الدورة الثانية اهو، والمجموعة ادي الكي وادي ال، والمجموعة 3 ايه؟ المجموعة 3 ايه يعني اخره 3 معايا، وهنا طبعا ده بيتملي ب2، يبقى 2 و3 5، يبقى العدد الذري بتاعه بكام؟ ب5، يبقى العدد الذري بتاعه ب5. العنصر سد يقع في الدورة الثالثة، يبقى نعمل 3 مستويات للطاقة، ال K وادي ال L وادي ال M، واخره كام؟ المجموعة 7 ايه؟ يعني اخره 7، يبقى هنا 2 8 7، يبقى العدد الذري بتاعه بكام؟ ب17، يبقى العدد الذري بتاعه بكام؟ ب17 معايا كده. ده كده السؤال رقم 4. سؤال رقم 5، تأمل الشكل المقابل الذي يمثل مقطعا من الجدول الدوري الحديث. ما أسماء الفئات العناصر المشار إليها إكس وواي وزد؟ إكس دي طبعا الفئة إس، دي الفئة الواي الفئة دي، والزد الفئة مين؟ الفئة بي. ما عدد مجموعات؟ دي طبعا مجموعتين، الواي 10 مجموعات والزد 6 مجموعات. رقم الحديث للمجموعة 7A طبعا 17، والمجموعة الصفرية 18. 7A 17، المجموعة الصفرية كام؟ 18. السؤال السادس، ادرس الشكل المقابل الذي يوضح التوزيع الإلكتروني لأحد عناصر الجدول الدوري، ثم استنتج العدد الذري. تعال نشوف ده عنده كام إلكترون. أدي 1 2، ده في المستوى K وأدي المستوى L، اللي طبعا في 1 2 3 4، وكي في 2 يبقى كله كام؟ يبقى كله 6 الكترونات، يبقى كله 6 الكترونات، يبقى ده عدد الذري بتاعه كام؟ 6. نفس العدد الذري للعنصر الذي يليه في الدوره، يبقى بنزود 1 يبقى كام؟ 7. طب في المجموعه بزود 8، 6 و8 كام؟ 14. 6 و8 14. تفكير ابداعي ده طبعا، بقى فكر براحتك. السؤال اصلا عمره ما يجي في الامتحان، مستحيل يعني، بس إيه انت عامل بقى كده ايه تركيبه مع نفسك كده، وايه ومجموعات ودورات اللي هو الكلام الحلو ده كله. ندخل بقى على اسئله كتاب الامتحان. اكتب المصطلح العلمي، اول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر، او جدول رتبت فيه العناصر ترتيب متزايدين حسب ليه الوزن الذري. ده طبعا جدول مين؟ مندليف. الجدول الدوري لمين؟ لمندليف. جدول الدوري لمندليف. جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعدا حسب العدد الذري، الجدول الدوري لمزلي. الجدول الدوري طبعا لمين؟ لمزلي. جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري وطريقة ملء مستوى الطاقة الفرعية بالإلكترونات، طبعا الجدول الدوري الايه؟ الحديث. الجدول الدوري الحديث. الأعمدة الرئيسية بالجدول الدوري الحديث دي بسميها بالايه؟ بالمجموعات الرئيسية، اللي هي كده تبقى بالايه؟ بالمجموعات. صفوف افقيه اللي هي كده بالجدول الدوري دي اسمها ايه؟ دورات. اسمها دورات. مجموعه العناصر اللي تفصل بين الفئتين اس وبي ابتداء من الدوره الرابعه، طبعا العناصر مين؟ الانتقاليه. العناصر الانتقاليه دي اللي ما بتفصل ما بين اس وبي. الفئه التي تضم عناصر لانسن جدول اكتداد، الفئه مين؟ اف. الفئه اف. عناصر لها نفس عدد مستويات الطاقه المشغوله بالالكترونات وتختلف في خواصها الكيميائيه، دي عناصر الدوره الواحده لها نفس عدد مستوى الطاقة الرئيسي، بس ايه؟ بس بتختلف في الخواص الكيميائية. ليه؟ علشان اخر مستوى طاقة ده طبعا بيبقى المجموعة 1 ايه بيبقى بواحد، المجموعة 2 ايه بيبقى باتنين، والتكافؤ طبعا بيختلف وكل حاجة بتختلف. عدد البروتونات الموجودة الموجبة داخل في نواة ذرة العنصر، ده طبعا العدد الذري، وعدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة ذرة العنصر ده العدد مين؟ الذري. الى من تنسب؟ قام بنشر جدوله بيضم 67 عنصر في كتاب مبادئ الكيمياء، تنبأ بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة، وقام بتحديد أوزانات ذرية، صحح الأوزان الذرية المقدرة خطأ لبعض العناصر. مين ده كله؟ هو مندليف، هو اللي عمل ده كله.
أضاف المجموعة الصفرية إلى الجدول الدوري المندليف ده طبعا العالم مين؟ موزلي، هو اللي أضاف الإيه؟ المجموعة الصفرية. اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية في الذرة، ده العالم بور هو اللي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية اللي هما الكي والال والام والان والاو والبي والكيو. أكمل، اكتشف العالم نوب بعد دراسته لخواص الأشعة السينية، هو مين اللي درس الأشعة السينية؟ طبعا العالم موزلي، العالم مين؟ موزلي هو اللي درس الأشعة السينية. إن العناصر بترتبط بالعدد الذري وليس بالإيه؟ بالوزن الذري، وليس بالوزن الإيه؟ الذري. اكتشف العالم نقط أن نواة الذرة تحتوي على بروتونات موكبة، العالم مين؟ راذرفورد، العالم راذرفورد هو اللي اكتشف إن النواة بتحتوي على بروتونات موكبة الشحن. ومين اللي أطلق عليها اسم العدد الذري؟ طبعا العالم موزلي هو اللي سماها بالعدد الذري، هو اللي سماها بالعدد الذري مين؟ العالم موزلي. رتبت العناصر في الجدول الدوري لمندليف على أساس الزيادة في إيه؟ في الوزن الذري، على أساس الزيادة في إيه؟ في أوزانها الإيه؟ الذرية، على أساس الزيادة في أوزانها الذرية، بينما رتبت في الجدول الدوري الموزلي على أساس إيه؟ الزيادة في إيه؟ في العدد الذري، على أساس الزيادة في أعدادها الذرية. يتكون كل مستوى طاقة نقط من عدد محدد من نقط، يتكون كل مستوى طاقة رئيسي من عدد محدد من مستويات الطاقة الإيه؟ الفرعية، كل واحد رئيسي بيتكون من عدد مستويات الطاقة الفرعية. في الجدول الدوري الحديث تم تصنيف العناصر تبعا للتدرج التصاعدي في الايه؟ في العدد الذري وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونات. عدد العناصر المعروف حتى الان 118 عنصر، ده المعروف، منها كم متوفر بالقشرة الارضية؟ قد ايه؟ 92، 92 عنصر متوفر في القشرة الارضية. تتكون الفئة نقط من مجموعتين، أني فئة الفئة مين؟ S، بينما من 6 مجموعات يبقى الفئة مين؟ P. في الجدول الدوري الحديث المجموعة نقط تالي المجموعة 3A، مين اللي بعد المجموعة 3A؟ المجموعة 4A هي اللي بعد 3A، بينما المجموعة نقط تالي المجموعة 2A، طبعا بعد المجموعة 2A على طول هلاقي المجموعة 3، بس 3 مين بقى؟ B، 3B، مجموعة ايه؟ 3B. تقع عناصر الفئة نقط يسار الجدول الدوري، دي الفئة مين؟ S، هي اللي يسار الجدول الدوري، بينما نقط في وسط الجدول طبعا الفئة مين؟ D، هي اللي في وسط الايه؟ هي اللي في وسط الجدول. يبدأ ظهور العناصر الانتقالية ابتداء من الدورة الكام؟ ابتداء من الدورة الرابعة، ابتداء من الدورة الرابعة، وهي تتكون من كم مجموعة؟ من 10 مجموعات، تتكون من 10 مجموعات. تتميز أرقام المجموعات اللي فاتت S و B بالحرف A باستثناء المجموعة مين؟ باستثناء المجموعة الصفرية، باستثناء المجموعة الصفرية. بينما تتميز أرقام المجموعات الفئة D بالحرف B باستثناء المجموعة الكام؟ التامنة، باستثناء المجموعة مين؟ التامنة. معايا كده؟ الترقيم الحديث للمجموعة 6A هو كام؟ 16، وللمجموعة 6B هو كام؟ هو الستة، هو كام؟ الستة. طبعا عندك الجدول الدوري هيخليه قدامك كده وعد، هتلاقيه هي المجموعة 6A 16 والمجموعة 6B اللي هو مين؟ الستة. تقع الفئة F أسفل الجدول الدوري الحديث وتضم عناصر السلسلتين مين؟ اللانسانيدات والأكتينيدات، أهم مكتوبين أهم، أدي اللانسانيدات وأدي الأكتينيدات تحتهم أهو، انقلهم فوق. تقع العناصر الانتقالية في الفئة مين؟ في الفئة D، بس اللانسانيدات والأكتينيدات في الفئة مين؟ F. في الجدول الدوري يدل رقم نقط على عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير، رقم مين؟ رقم المجموعة، رقم المجموعة، رقم مين؟ المجموعة. بينما يدل رقم نقط على عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات، ده رقم الدورة، رقم مين؟ الدورة. تعالى بقى العنصر X 3 و 11 و 6 19 تتشابه في رقم إيه؟ لو بصيت هتلاقي ده 2 8 8 1 2 8 1 2 1، يعني آخر مستوى طاقة رئيسي واحد، يعني ده تشابه في رقم المجموعة، تشابه في رقم المجموعة. لو بصيت 3 4 5 يبقى تشابه في رقم مين؟ الدور، تشابه في رقم الدور. يقع العنصر AL 13 27 في المجموعة نقط بالجدول الدوري، ده هيبقى 2 8 3 يبقى المجموعة 3A، وخلي بالك ده كله جاي ورا دلوقتي بالتفصيل الممل، بالتفصيل الممل هتلاقيني حلقولك ورا. ويكون العدد الذري للعنصر الذي يسبقه، يعني اللي قبله،
طبعا في الدورة بواحد، أما في المجموعة بكام؟ بتمن. الدورة بواحد والمجموعة بتمن، يبقى ده في المجموعة في نفس المجموعة يسبقه، يبقى 13 ناقص 8 بكام؟ بخمسة. بكام؟ بخمسة. العنصر الذي يحتوي المستوى الطاقة M في ذراته على 3 إلكترونات يقع في الدورة نوع، مستوى الطاقة M يبقى دي K وادي ال L وادي ال M في ذراته على 3 إلكترونات، يبقى هنا كام؟ 3 وهنا 8 وهنا كام؟ وهنا 2، 2 8 3، خلي دي بالعربي 2 8 3. يقع في الدورة كام؟ التالتة. يقع في الدورة الثالثة والمجموعة 3A، والمجموعة 3A تمام. العنصر الذي يقع في الدورة الثانية والمجموعة 2A، العكس بقى، يقع في الدورة كام؟ الثانية. ادي الدورة الثانية والمجموعة 2A يعني اخره 2 وهنا 2، يبقى عدد الذري كام؟ 4. يبقى عدد الذري كام؟ 4. طبعا الفئة S عشان هو في الفئة، عشان هو اخره كام؟ اخره 2 عشان هو في المجموعة 2A، يبقى الفئة مين؟ S. السؤال الرابع، اكمل الجدولين التاليين. نشوف الجدول الاول، العنصر اس نقط مش مديني له العدد الذري، بس مديني التوزيع الالكتروني 2 8 6، اجمع 2 8 10 6 16، يبقى العدد الذري ب 16، يبقى اس 16. تاني، هو هنا مديني ايه؟ مديني التوزيع بتاعه، ومن التوزيع اروح عارف ايه الرقم الايه؟ الرقم الذري. الرقم الذري 2 8 6 ده التوزيع، يبقى الرقم الذري كام؟ يبقى اجمعهم مع بعض يبقى 16. بعد كده اجيب رقم الدوره. رقم الدوره كان مستوى طاقه 1 2 3، يبقى الدوره الكام؟ الثالثه. يبقى الدوره كام؟ الثالثه. الدوره لازم تتكتب كده، الدوره لازم تتكتب كده. الرقم التقليدي، التقليدي اللي هو بالA والحديث اللي هو من غير A، تقليدي بالA والحديث من غير A. التقليدي اخره 6 يبقى 6A، اخره 6 اهوت يبقى 6A 6A. طب والرقم الحديث بنشيل الايه ده ونحط 1، يبقى الرقم كام؟ 16. يبقى 16 نشيل الايه ونحط كام؟ 10، يبقى كام؟ 16. معايا كده؟ طب نيجي نشوف الكالسيوم، CA 20، يبقى الرقم العدد الذري 20، التوزيع الالكتروني 2 8 8 2. يقع في الدورة 1 2 3 4 الدورة الرابعة. الرقم التقليدي اخره كام؟ 2 اهوت، يبقى الرقم 2A. الرقم 2A. طب والحديث؟ طبعا المجموعة الثانية. المجموعة الايه؟ الثانية. معايا كده؟ احنا بنحط 10 من بقى من اول المجموعة 3A. اما 1A و2A ده المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، سواء بالA أو من غير A. معايا كده؟ اتش واحد يبقى العدد الذري بواحد، يبقى الكي بواحد، يبقى الدورة الأولى المجموعة 1A وفي الحديث برضو المجموعة الإيه؟ الأولى، المجموعة رقم واحد. اتش اي 2 عشان العدد الذري باتنين، التوزيع بتاعه هيبقى 2. الدورة طبعا عندي مستوى طاقة واحد اللي هو الكي اهوت، يبقى الدورة الأولى. الرقم التقليدي طبعا احنا عارفين اللي هو ده اللي هو الوحيد اللي بينتهي باتنين ويقع في المجموعة الصفرية، وده الكلام ده انا مأكد عليه، يبقى الرقم التقليدي صفر لان في المجموعة الصفرية، اما في الحديث اخر مجموعة خالص اللي هي المجموعة رقم 18. معايا كده؟ الجدول اللي بعده الواي يقع في الدورة الاولى والمجموعة 1A. تعالى لازم الاول نوزعه، ونوزعه كام هنا؟ الدورة الاولى يبقى عنده دورة واحدة بس، والمجموعة 1A يبقى اخره واحد. معايا كده؟ اهو. يبقى عدد الذري بكام؟ بواحد. الفئة انا عندي كام فئة؟ 4، S B D F. ده طبعا الفئة طبعا ايه؟ S. ده طبعا الفئة ايه؟ S. رقم زد الدورة التالتة والمجموعة 7A، الدورة التالتة يعني تلات مستويات للطاقة، مجموعة 7A يعني 2 8 كام؟ 7. معايا كده؟ 2 8 7. طب ماشي، ده عدد الذري كام؟ هيبقى كام؟ 17 طبعا. العدد الذري بتاعه ب 17. طب والفئة طبعا 17 يعني في المجموعة 7A، يعني الفئة طبعا مين؟ B. الفئة B. الام عدد الذري كام؟ 7. 7 يعني تعالى نوزعه كده فوق هنا، هنوزع السبعة تبقى كام؟ 2 5 صح؟ يبقى في الدورة
التانية الدورة التانية والمجموعة كام؟ 5A. الدورة التانية والمجموعة آخره 5 يبقى المجموعة 5A. طبعا المجموعة 5A في الفئة B. الكيوب 12، تعال نوزع ال 12 كده، 2 8 2، يبقى في الدورة الكام؟ الثالثة والمجموعة 2A. 2A يعني الفئة ايه؟ S. ما 1A و 2A هما الوحيدين اللي في الفئة مين؟ هما الوحيدين اللي في الفئة S. السؤال الخامس، اختر الإجابة الصحيحة. محاولات تصنيف العناصر، ده اللي هو على الحتة يعني، عدد عناصر الجدول الدوري لمندليف كانوا كام عنصر؟ طبعا كانوا 67 عنصر، كانوا 67 ايه؟ عنصر. رتب العالم نقط تصاعدا حسب العدد الذري، طبعا العالم مين؟ موزلي، العالم موزلي. خصص العالم نقط مكان اسفل الجدول لمجموعة اللانسنيدات والاكتينيدات، برضو طبعا العالم برضو مين؟ موزلي. في جدول موزلي كل عنصر سي يتعمى يسبق في مستوى في الدورة الواحدة بمقدار ايه؟ بروتون، بمقدار بروتون، بمقدار قد ايه؟ بروتون. تضم المجموعة الصفرية الغازات الخاملة. عدد مستويات الطاقة الرئيسية في أذكر الذرات المعروفة حتى الآن 7 مستويات، هو كي ال ام ان او بي كيو. معايا كده؟ جميع الأعداد التالية تصلح أن تكون أعداد ذرية للعناصر ما عدا مين؟ طبعا 12.5 ده مش معايا، مينفعش، لازم يكون عدد ايه؟ عدد صحيح. يتكون الجدول الدوري الحديث من كام فئة؟ من 4 فئات. الجدول الدوري بيتكون من كام فئة؟ من 4 فئات. عدد المجموعات التي تميز أرقام مجموعاتها بالرمز ايه في الجدول الدوري الحديث كم مجموعة؟ تعال نعدهم. 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A. كم؟ 7 مجموعات. كم مجموعة؟ 7 مجموعات. عدد عناصر الفئة B في كل دورة من دورات الجدول الدوري بيساوي قد بيساوي نقط باستثناء الدورة الأولى. عدد عناصر الفئة B، عدد العناصر في كل دورة من دورات الجدول الدوري بيساوي ايه؟ 6. بيساوي 6. معايا كده؟ عناصر بتاع الفئة B في كل دورة 6، اللي هو واحدة في 3B، واحدة في 3A، 4A، 5A، 6A، 7A. معايا كده؟ باستثناء طبعا الدورة الايه؟ الأولى. الترقيم الحديث لمجموعة الغازات الخاملة هو رقم كام؟ 18. تنتمي المجموعة الصفرية إلى الفئة B. المجموعات التي تميز أرقامها بالحرف B تقع فين؟ في وسط الجدول، اللي هي الفئة D. تشتمل المجموعة الثامنة من الجدول الدوري الحديث على قد ايه؟ المجموعة الثامنة بتحتوي على قد ايه؟ 3 أعمدة، بتحتوي على 3 أعمدة. عناصر المجموعة 3B تتبع الفئة، مجموعة 3B تتبع الفئة مين؟ D. تعرف عناصر الفئة دي باسم العناصر الانتقالية. تضم الدورة الرابعة عناصر من الفئة، الدورة الرابعة من الاس والبي والدي، الاس والبي والايه والدي. عدد عناصر الدورة الرابعة نقط عدد عناصر الدورة الثالثة، طبعا الدورة الرابعة اكبر من الدورة الثالثة. ليه؟ لان الدورة الرابعة بيبتدي بقى العناصر الايه؟ الانتقالية، بيبتدي فيها العناصر مين؟ الانتقالية. العنصر اكس 11 23 يقع في نقط، لو احنا جينا وزعنا ال 11 اهوت 2 8 1، يقع في الدورة التالتة، يبقى هي رقم ب، يقع في الدورة التالتة والمجموعة 1A، يقع في الدورة التالتة والمجموعة ايه؟ 1A. أي أزواج العناصر التالية تقع في نفس الدورة من الجدول الدوري؟ نفس الدورة يعني نفس عدد مستويات الايه؟ الطاقة، نفس عدد مستويات الايه؟ الطاقة. معايا كده؟ تعال نشوف. ده 10 11، ده 2 8 2 8 1، يبقى ما ينفعش معايا. ده 2 8 7 و2 8 1 ينفع، 2 و2 1 ما ينفعش، 2 8 8 و2 8 ما ينفعش، يبقى هو مين؟ رقم ب، رقم مين؟ رقم ب، نفس عدد مستويات الطاقة، 2 8 1 و2 8 7. تتفق عناصر الدورة الواحدة في ايه؟ الدورة الواحدة في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات، عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإيه؟ بالإلكترونات. العناصر المظللة في الجدول الدوري نقط لها خواص كيميائية متماثلة. لو بصيت مع بعض
هلاقي اللي انا المفروض اللي انا اختار معايا العناصر اللي لها خواص كيميائية واحدة. طبعا دي مش هتنفع عشان شوف نازل في مجموعات كتيرة اهوت، ده طبعا مش هينفع عشان حطيت لي على الدورات. ده بص عامل لي هنا وهنا، ده مش هينفع. اما ده بص واخد ايه مجموعة كاملة، يبقى ناخد رقم ب. يبقى ناخد رقم ب. العنصر الذي يقع في الدورة الثالثة والمجموعة 2A، الدورة كام؟ الثالثة اهو، مجموعة 2 يعني اخره 2، وهنا 8 وهنا كام؟ 2، 2 8 2 يبقى بكام؟ ب 12. عدد الذرة قد ايه؟ 12. اذا كان عدد الذرة العنصر ما يساوي 11، فان العدد الذرة العنصر الذي يليه مباشرة في نفس المجموعة يبقى يزود 8، 11 و 8 19. خواص العنصر الذي عاوز ذرة 9 تشبه خواص العنصر الذي عاوز ذرة قد ايه؟ يبقى لازم يكونوا في نفس المجموعة. تعالى كده نشوف ده 2 كام؟ ده 2 7، ده 2 7، تعالى وزع ده 2 5، 2 8 7، 2 8 8 1، 2 8 8 2، يبقى مين اللي هيبقى اخره 7؟ هو ده، ده اللي هيبقى اخره 7. السؤال السادس، اختر من العمود B ما يناسب العمود A. مزلي، عمنا مزلي ده عمل ايه؟ مزلي ده هو أضاف المجموعة الصفرية إلى الجدول الدوري، يبقى ياخد رقم كام؟ رقم 3، ونشطب على رقم 3 اللي هي اتاخدت. بور، بور ده عمل إيه؟ اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية، يبقى رقم 4 أهي كده، دي اتاخدت. راذرفورد، راذرفورد ده عمل ايه؟ راذرفورد اللي هو اكتشف بروتونات موجبة الشحنة، اكتشف ان البروتونات موجبة الايه؟ الشحنة. مندليف، مندليف عمل ايه؟ صحح الاوزان الذريه المقدره خضع لبعض العناصر، صحح الاوزان الذريه المقدره خضع لبعض العناصر. رقم 7 هنختار هنا وهنا الاول، بعد كده نختار هنا. فائس، الفائس مكانها فين؟ يسار الجدول، يبقى تاخد رقم 2. فئه بي يمين الجدول تاخد 5. الفئه دي وسط الجدول تاخد 1. الفائف أسفل الجدول تاخد 3. يبقى كده احنا خطرنا من هنا. نخش على هنا، الفائس تكون في يسار الجدول وتتكون من مجموعتين رئيسيتين، يبقى تاخد رقم ايه؟ رقم 5. يبقى 2 وكام؟ 2 و5. فئة بي تاخد يمين الجدول، واخد يمين الجدول، يمين الجدول، وبعد كده المجموعة الصفرية هي آخر مجموعتها، يبقى 5 وكام؟ 5 و3، 5 وكام و3 معايا كده. طب ماشي، الفئة دي، الفئة دي ديت في وسط الجدول، وتتميز أرقامها مجموعتها بالحرف ب باستثناء المجموعة الكام؟ التامنة، يبقى 1 و2، يبقى 1 وكام و2. طب الفائف أسفل الجدول، وتتم عنصري اللانسنتات والأكتينتات، يبقى 3 وكام؟ واحد، يبقى 3 و1. سؤال صح ولا غلط؟ يعتبر، يعد الجدول الدوري المثلي أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر. لا طبعا غلط، الجدول الدوري لمين؟ لمندليف، الجدول الدوري لمندليف. خواص العناصر تتكرر بشكل دوري مع بداية كل مجموعة جديدة. لا غلط، مع بداية كل دورة، مع بداية كل ايه؟ كل دورة. رقم 3، قسم مزلي عناصر كل مجموعة رئيسية إلى مجموعتين فرعيتين A و B. لا طبعا مش مزلي هو اللي عمل الكلام ده، أما مين اللي عمله؟ العالم مندليف، مندليف هو اللي عمل الكلام ده. رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث من اليسار إلى اليمين حسب الزيادة في أوزانها الذرية في الجدول الدوري. طبعا حسب الزيادة في الإيه؟ في العدد الذري، حسب الزيادة في العدد الذري. عدد العناصر في الجدول الدوري المندليف 116 عنصر. لا طبعا كان 67 عنصر، كانت كام عنصر؟ 67 عنصر. تبدأ كل مجموعة في الجدول الدوري الحديث بملء مستوى الطاقة جديد بالإلكترونات. طبعا مش في كل مجموعة، أمال إيه؟ كل دورة. تبدأ كل إيه؟ تبدأ كل إيه؟ دورة في الجدول الدوري الحديث. تكون الجدول الدوري الحديث من 9 دورات أفقية و13 مجموعة رئيسية. لأ طبعا غلط، من 7 دورات أفقية و18 مجموعة رئيسية. الطاقة الغازات النبيلة ضمن عناصر الفئة دي. لا غلط طبعا، تبني عناصر الفئة بي، والغازات النبيلة دي تخلي بالك هي الغازات الخاملة، غازات الايه؟ الخاملة. تشغل عناصر انتقالية 10 مجموعات رئيسية في الجدول الدوري الحديث، أول واحدة صح معانا.
يمكن تحديد موضع العنصر بالجدول الدوري بمعلومية عدد الكتل الأطباق بمعلومية العدد الايه الذري، معلومية العدد الذري. العنصر اللي اي 3 يقع في الدورة الثالثة والمجموعة 3. تعال نشوف كده اللي اي 3 اهوت 2 1، صح 2 ايه 2 1، يبقى يقع في الدورة الثانية والمجموعة 1A، والمجموعة 1A، مجموعة ايه 1A. العناصر اكس 4 واي 12 زد 20 تقع في دورة واحدة وثلاث مجموعات متتالية. تعال نشوف كده، لو بصيت هتلاقي ده 2 و2، 2 8 2، 2 8 8 2، يبقى يقعوا في مجموعة واحدة وتلات دورات متتالية، مجموعة واحدة وتلات دورات ايه متتالية. خلي بالك من دي، دي طبعا هتبقى ايه غلط. عناصر المجموعة عناصر الدورة الواحدة متشابهة فيها الخواص، لا طبعا عناصر المجموعة الواحدة هي اللي متشابهة في الخواص. عنصر اكس يحتوي مستوى الطاقة الأخير ان في ذرته على الكترون واحد، يكون عدد الذري 20. تعال نشوف كده، مستوى الطاقة ان يبقى كي ال ام ان، طبعا واحد بس في الاخر يبقى 2 8 8 1. عد كده 2 8 10 8 18 1 19، يبقى عدد الذري كام؟ 19. وطبعا دي تبقى غلط. صوب محاولات تصنيف العناصر بتاع التصويب، سدد عدم، شوف بقى بشرط عدم تغيير ما تحته خط. شوف بقى يعني احنا كنا هنصوب اللي تحته خط، لو ما قريتش سؤال كامل مش تلوم الا نفسك، ما تلومش الا نفسك. شرط عدم تغيير ما تحته خط. رتبت العناصر في جدول الدوري المدارس تبعا الزياده في اعدادات الذريه، طبعا دي اللي هتتشتب، هتبقى في اوزانها الايه الذريه، طبعا هتبقى في اوزانها الذريه. نظائر العنصر الواحد تتفق في اوزانها الذريه، لا طبعا تختلف في اوزانها الذريه، تختلف في اوزانها الذريه، النظائر بتختلف في الوزن الايه في الوزن الذري. العالم راذرفورد اول من وضع مصطلح، لا راذرفورد عمل ايه؟ اكتشف ان النواه بتحتوي على بروتونات موجبه الشحن، اكتشف ان النواه تحتوي على بروتونات موجبه الشحن، يبقى ده كله هيتشال. يحتوي كل مستوى طاقة ثانوي على عدد محدد مستوى، تحتوي كل طاقة رئيسي مستوى طاقة ايه رئيسي. عناصر فئة اس تقع في 6 مجموعات الجدول الدوري في مجموعتين، في كم مجموعة؟ في مجموعتين. عناصر اللانثانيدات والاكتينيدات تقع في وسط الجدول في اسفل الجدول، وهي عناصر الفئة اف، اسفل الجدول والفئة اف. العنصر الذي عدد ذري 18 يقع في الدورة الثانية والمجموعة 16. تعال نشوف كده الدورة الثانية اهوت، المجموعة 16 يعني اخره 6 وهنا 2، يبقى عدد الذري كام؟ 8. يبقى العنصر الذي عايز ذري شيل 18 دي ونحط بدلها كام؟ 8. السؤال العاشر، علل ما يأتي. تعدد محاولات العلماء لتصنيف العناصر، العلماء عملوا تعدد لتصنيف العناصر، كانوا عاوزين يصنفوها ليه؟ قالوا علشان تسهل دراستها، عشان يعرفوا اللي هم يدرسوها سهلة، وبرضو يوجد العلاقة ما بين العناصر في الخواص الفيزيائية والخواص الايه الكيميائي. رقم 2، ترك مندليف خانات فارغة في جدوله، ليه ترك خانات فارغة في جدوله؟ وبيعمل الجدول عشان تنبأ باكتشاف عناصر جديدة بحدد لها قيم اوزانها الذرية، وبالتالي ترك لها خانات فارغة في ايه في جدوله. رقم 3، قسم مندليف عناصر كل مجموعة رئيسية في جدوله إلى مجموعتين فرعتين A و B، ليه؟ عشان في فروق في الخواص بين العناصر كل منهم، لوجود فروق بين خواص عناصر كل إيه كل منهم. رقم 4، اضطر مندليف إلى الإخلال بالترتيب التصاعدي للأوزان الذرية لبعض العناصر، ليه؟ عشان وضعها في مجموعات تتناسب مع خواصها، عشان يحطها في مجموعات تتناسب مع خواصها. كان مندليف سيضطر للتعامل مع نظائر العنصر الواحد على انها عناصر مختلفة، ليه؟ عشان النظائر، علشان النظائر، خلي بالنا من النظائر. رقم 6، اعاد موزلي ترتيب العناصر في جدوله تصاعديا في جدوله الدوري حسب اعدادها الذرية، ليه؟ عشان اكتشف بعد ما درس خواص الاشعة السينية ان دورية خواص العناصر بترتبط بالعدد الذري وليس الوزن الذري، بعد ما درس خواص الاشعة مين؟ السينية. لا يمكن ان يكتشف العلماء عنصرا جديدا بين الكبريت والكلور، ليه؟ ما ينفعش يكتشفوا عنصر عشان العدد الذري للعنصر بيبقى بمقدار واحد صحيح،
وبيزداد في الدورة الواحدة من العنصر عن العنصر اللي قبله بمقدار ايه؟ واحد صحيح، مقدار واحد صحيح. يقع العنصر البوتاسيوم K19 في الدورة الرابعة والمجموعة 1A، ليه؟ عشان ما اجي اوزعه يبقى 2881، والافضل اللي انت حضرتك تروح موزعهولي وتقول لي يقع في الدورة الرابعة عشان في اربع مستويات طاقة رئيسية، و1A عشان اخر مستوى طاقة رئيسي فيه الكترون واحد. معايا كده؟ بعد كده يقع كل من الالومنيوم والكلور في نفس الدوره، ليه؟ عشان الالومنيوم في 3 مستويات طاقه رئيسيه والكلور برضو في 3 مستويات طاقه رئيسيه. يقع كل من الصوديوم والبوتاسيوم في مجموعه واحده من الجدول الدوري الحديث، ليه؟ اقول له علشان ده بينتهي مستوى الطاقه الاخير ينتهي بالكترون، وبرضو ده مستوى الطاقه الاخير ينتهي بالكترون، وبرضو توزع كل حاجه توزعها عشان تاخد الدرجه كامله. يقع عنصر الهيليوم HE2 في المجموعه الصفريه ولا يقع في المجموعه 2A، ليه؟ اقول له عشان اكتمال مستوى الطاقه كي بالالكترونين، كي بيكتمل بالالكترونين، واكتمال مستوى الطاقه الاخير اللي هو الكي بالايه باتنين الكترون. عناصر المجموعه الواحده في الجدول الدوري الحديث متشابهه الخواص، ليه؟ اقول له عشان بتتفق في عدد الالكترونات مستوى الطاقه الخارجي، عشان بتتفق في عدد الالكترونات مستوى الطاقه الخارجي. تتشابه خواص عنصر المغنيسيوم والكالسيوم، ليه؟ هو هو برضه لازم الاتنين توزعوا، فدول اتفاق عن اتفاقهما في عدد مستويات الطاقة الخارجي بالالكترونات، اتفاقهما في عدد مستويات الطاقة في عدد الكترونات مستوى الطاقة، اتفاقهما في عدد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي. بعد كده اذكر الرقم الدال. عدد عناصر الجدول الدوري المندليف 67 عنصر، 67 عنصر. عدد مستويات الطاقة الرئيسية 7 مستويات. عدد عناصر الجدول الدوري الحديث حتى الآن 118 عنصر. عدد العناصر المتوفرة في القشرة الأرضية 92 عنصر. خلي معاك بالأرقام. عدد الدورات 7 دورات و18 مجموعة و4 فئات، والفئة إس فيها مجموعتين، الفئة بي فيها 6 مجموعات، والفئة دي فيها 10 مجموعات. سؤال 12، حدد مواضع كل من العناصر الأتية في الجدول الدوري. هناخد طبعا شويه منهم، مش هناخد الكل، والباقي كله هيبقى عليك واجب طبعا، لان كلهم نفس الافكار، مفيش حاجه جديده. مثلا لو خدنا ان 7، هتلاقي تعالى نوزع كده 2 كام؟ 2 5، يبقى الدوره الثانيه المجموعه 5A، الفئه B. اهو مواضع كمان هنجيب الفئه، المجموعه الدوره كام؟ مستوى 2، يبقى الدوره الثانيه المجموعه على اخر رقم يبقى 5A، الفئة 5A تبقى في الفئة B. تعالى ناخد B15، B15 مثلا يبقى كام؟ 2 8 5، ادي ال K وادي ال L وادي ال M. ده طبعا هيبقى الدورة الكام؟ الدورة التالتة، المجموعة برضو 5A، هي هي. شايفين؟ اللي فيه اختلاف ده الوحيد بس، ده ال K ب2، ده الدورة الأولى والمجموعة الصفرية، الدورة الأولى والمجموعة الصفرية. طبعا الباقي كله ما فيهوش اي حاجه خالص. ندخل على السؤال 13. 13 بيقول لك ما العدد الذري، برده نفس احنا لسه برده حلينه، هنقول برده الفكره بتاعته تاني. هنشوف يقع في الدوره الثانيه، معناها ايه الدوره اللي هو عدد مستويات الطاقه؟ كان عندي الدوره الثانيه، يبقى عندي كم مستوى؟ مستويين اهم، والمجموعه ال 14، ال 14 يعني المجموعه 4A، المجموعه ال 14 يعني المجموعه 4A، يعني اخرها كام؟ اخرها 4، ويبقى هنا كام؟ ب2. قبلها طبعا عشان الكي بينتهي بكام؟ ب2، اللي قبله كله بنملاه، اللي قبله كله بايه؟ بنملاه. يبقى العدد الذري 2 و4 كام؟ 6. شايفين؟ طب مثلا ندخل على الرقم 5، عنصر واو يقع في نهاية الدورة الثانية، نهاية الدورة الثانية ديت يعني المجموعة الصفرية. يعني المجموعة الصفرية، الدورة الثانية يعني عندي دورتين، النهاية يعني اخره 8، وطبعا هنا 2 كي ال، يبقى العدد الذري بتاعه بكام؟ ب10. العدد الذري بتاعه بكام؟ ب10. طب عين يقع في بداية الدورة الثالثة، ادي عندي اهوت الدورة الثالثة اهوت، ادي الكي والال والام، بداية يعني اخره 1، يعني في المجموعة 1A، وادي 2 و8، ده يبقى كام؟ 11. اهو فاهمكم كل حاجه. عنصر فلزي لام احادي التكافؤ، احادي التكافؤ يعني بيفقد الكترون واحد، يقع في الدوره الرابعه، ادي كام دوره؟ ادي 4 دورات. احادي التكافؤ يعني اخره كام؟
واحد، لأنه بيفقد إلكترون واحد، يبقى 2 8 8 1، يبقى ده بكام؟ ب19. عنصر لا فلزي ثلاثي التكافؤ، ثلاثي التكافؤ يعني آخره 5، آخره 5، بيكتسب 3 إلكترونات، يقع في الدورة الثالثة. أدي الـ3 دورات أهوت، آخره 5، وهنا 2، وهنا 8، وهنا 2. كي ال ام، يبقى ده بكام؟ ب15. يبقى ده بكام؟ لا فلزي ثلاثي التكافؤ يقع في الدورة الثالثة، يبقى ده بكام؟ ب15. عنصر خامل طبعا يبقى آخره 8. عنصر يقع في الدورة الثالثة في أول مجموعات الفئة بي، أني أول مجموعات الفئة بي؟ اللي هي 3A، اللي هي 3A، يبقى آخره كام؟ آخره 3، وهنا 8، وهنا 2. يبقى عشان الدورة الثالثة 3 والفئة بي يبقى آخره 3، يبقى العائد الذري بتاعه بكام؟ ب13. رقم 11، عنصر رجع في الدورة الرابعة في آخر مجموعات الفئة S، طبعا آخر مجموعات الفئة S هي مجموعة 2A اللي هو يبقى آخره 2، يبقى في الدورة الرابعة أدي 4 دورات، 2 8 8، وآخره فئة S يبقى 2، يبقى ده عدد ذري 2 8 10، و10 كام؟ 20، يبقى عدد ذري بكام؟ ب20. يبقى طبعا عليكم هو هو نفس الحل، مفهوش أي حاجة خالص. سؤال 14، ما النتائج التي ارتبط على كل مما يأتي؟ تنبأ مندليف باكتشاف عناصر جديدة، تنبأ بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة، أقول له ترك ليها خانات فارغة في جدول، طبعا ساب ليها خانات فارغة في الجدول بتاعه. اكتشاف البروتونات في نواة الذرة، قال له إن العالم موزلي أطلق عليها مصطلح العدد الذري، وهو العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة ذرة الإيه؟ العنصر. دراسة موزلي لخواص الأشعة السينية، عمل ايه؟ قال لك ان اكتشف ان دورية خواص العناصر بترتبط بالعدد الذري وليس بالوزن الايه؟ الذري. وبعد كده راح عامل جدول دوري تاني اللي هو الجدول الدوري لموزلي. اكتشاف مستويات الطاقة الرئيسية، طبعا بعد ما موزلي عمل كيهم اكتشف مستويات الطاقة الفرعية، وطبعا ده عمل ايه؟ ده خلى العلماء يعملوا جدول دوري حديث على حسب العدد الذري، حسب ترتيب العناصر التصاعديه حسب العدد الذري وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات. بعد كده السؤال رقم 15، استخرج الرمز غير مناسب ثم اكتب ما يربط بين باقي الرموز الكي والاف والال والاو والكيو. طبعا الاف ليه؟ لان دول مستويات الطاقه الرئيسيه والاف طبعا مش معاهم. اس كي دي اف، طبعا الكي برضو ليه؟ لان دول مستويات الطاقة الفرعية او الفئات، برضو هما مستويات الطاقة الفرعية على فكرة، تاخدهم في تانية ثانوي يعني، برضو دول اللي هما فئات بتوع الجدول الدوري، اما الكي طبعا مش من الفئة. 2A 3A 4A 5A طبعا دول كلهم الفئة B ما عدا 2A اللي هو الفئة مين؟ S. ان 11 ال اي 3 ام جي 12 كي 19، تعالى وزعهم 2 8 1 2 1 2 8 2 2 8 8 1، كلهم اخرهم 1 ما عدا المغنيسيوم اخره 2، يبقى كلهم في المجموعه 1 a ما عدا المغنيسيوم في المجموعه 2 a. 2 1 2 4 2 2 2 8 3 كلهم في الدوره الثانيه ما عدا الالومنيوم في الدوره الكام؟ الثالثه. 18 8 1 بي 6 بي، طبعا ال 18 لان كلهم الفئه دي ما عدا ال 18 هي الفئه بي. 2 8 2 2 8 7 2 5 2 7، لو بصيت هلاقي ان هم كلهم دول يقعوا في الفئه بي، اما ده يقع في الفئه مين؟ اس. معايا كده؟ سؤال 16، قارن طبعا ما فيهوش اي حاجه، ده واجب عليكم. ندخل على السؤال رقم 17، ادرس الجداول الاشكال التالية ثم اجب، هل الجدول المقابل يمثل مقطع من الجدول الدوري المندليف ام لموزلي مع بيان السبب؟ تعال نشوف مع بعض. لو بصينا مع بعض هنبص، ده 7 بعد 9 4 من 10، الليثيوم ب7، لا ده الليثيوم ال اي 3 وفوق 7، الصوديوم ان اي 11 تحت وفوق 23، الام جي 12 تحت وفوق 24، يعني ده عدد كتلي يعني وزن ذري وليس عدد ذري، يبقى ده طبعا لمين؟ لمندليف، يبقى ده طبعا لمندليف. ليه؟ علشان هنا ماشي الاعداد دي بتمثل الاوزان الذريه وليست الاعداد الذريه، الاعداد دي بتمثل ايه؟ وزن ذري وليس عدد ذري. هو الاكسجين ب16 وب8، لا 8 تحت و16 فوق. معايا كده؟ يبقى ده مندليف عشان دي بتمثل اوزان ذريه وليست اعداد ايه؟ اعداد ذريه. نشوف رقم 2،
شكل المقاول يمثل مقطع من الجدول الدوري الحديث. ده مقطع من الجدول الدوري. ما رمز الفئة المشار إليها بالحرف التي ما رمز الفئة المشار إليها بالحرف واي. واي ده طبعا الفئة مين؟ دي. والزد ديت طبعا الفئة، طبعا الفئة ايه برضو ديت الفئة بي. طبعا ده كله فئة ايه؟ فئة بي. معايا كده؟ ما عدد مجموعات كل من الفئتين اكس وواي؟ اكس وواي المجموعات بتاعتهم عددهم مجموعتين، اما الواي عددها كم مجموعة؟ 10 مجموعات. ما الاسم الذي يطلق على عناصر كل من المجموعة المشار اليها بالحرف زد؟ ديت طبعا عناصر الخاملة، العناصر الايه؟ الخاملة. الفئة المشار اليها بالحرف واي طبعا العناصر الايه؟ الانتقالية. دي طبعا العناصر الانتقالية. بعد كده سؤال رقم 3، من الشكل المقابل الذي يمثل جزء من احدى المجموعات الجدول الدوري الحديث. حدد رقم الدورة ورقم المجموعة للعنصر اكس مع سكر الفئة الذي ينتمي اليه. تعال نبص، دي مجموعة مش دورة، وكل مجموعة كل عنصر عن العنصر الذي يليه في المجموعة بيزيد عنده مقدار كام؟ 8. كل عنصر عن العنصر اللي بعده بيزيد عنده مقدار 8، يعني ده ب12 نقص منها 8 يبقى ده كام؟ 4. هيبقى ده كام؟ ب4. يبقى تعالى هنوزع اكس على انه كام، عدده الذري كام؟ 4. تاني جبتها ازاي يا مستر؟ كل عنصر عن العنصر الذي يليه في المجموعة بيزيد عنده مقدار 8، طب ويسبقه يبقى نقص منه كام؟ 8. معايا كده؟ ده ب12، يبقى اللي فوق بكام؟ نقص 12 من 8 يبقى 4. يبقى تعالى نوزع الأربعة، 2 وكام؟ 2 و2. يبقى رقم الدورة، الدورة الثانية طبعا للعنصر مين؟ اكس. الدورة الثانية ورقم المجموعة 2A، والفئة طبعا الفئة مين؟ اس. والفئة مين؟ اس. معايا كده؟ أوجد العدد الذري للعنصر الذي يسبق العنصر زد في نفس الدورة. شوف بقى، تعالى بقى نجيب الأول العدد الذري للعنصر زد. ده ب12 زود عليه 8 يبقى بكام؟ ب20. تمام، اتفقنا كده، جبت العدد الذري للعنصر زد. وهو واحدة واحدة لازم تمشيها، عشان لو ما مشيتهاش واحدة واحدة هتتلخبط. اللهم قبل لغة، لازم تمشيها واحدة واحدة. ده ب12 يبقى اللي تحته ب20. بص بقى بيقول لك ايه، اوجد العدد الذري للعنصر الذي يسبق العنصر زد في نفس الدور. اللي قبل زد في نفس الدور، هو كل عنصر في الدوره بيسبق بيالي العنصر عنده مقدار ايه؟ عدد ذري واحد. يبقى اللي قبله بكام؟ ب19. يبقى اللي قبله بكام؟ ب19. شفت بقى المساله بتيجي ازاي؟ انت لو مش مركز لكل كلمه في المساله خلاص كده المساله راحت منك، هتطلع انت حالف صح وايه وانا مقفل وكل حاجه. هتيجي تبص هتبقى انت عارف السؤال وعارف اجابه السؤال، بس انت ما قريتش السؤال بتركيز. ركز في قرايه السؤال جدا جدا جدا. رقم 4، في الشكل المقابل اذا كان العنصر بي يقع في الدوره الثالثه والمجموعه الصفريه. يعني الدوره الثالثه يعني ثلاث مستويات طاقه، المجموعه الصفريه يعني اخره كام؟ اخره 8. وهنا 8 وهنا 2 كي ال ام. معايا كده؟ يبقى العنصر بي العدد الذري بتاعه بكام؟ ب18. اول حاجه هاتها عشان تعرف العدد الذري بتاعتك. هات اوجد العدد الذري للعنصر ايه؟ هات اللي فوق ال 18 نقص منه 8 يبقى كام؟ يبقى 10. يبقى كام؟ 10. تمام، دي طبعا مجموعه، شايفين دي شكل مجموعه. اوجد العدد الذري للعنصر ايه؟ جبناه بكام؟ ب10. فيما يتفق العنصرين سي وبي بيتفقوا في ايه؟ هقول له اللي هم بيتفقوا في عدد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي اللي هم اخرهم كام؟ 8 الكترونات، علشان دول عناصر المجموعه الخامسه اتفقوا في اكتمال مستوى الطاقه الخارجي علشان هم في نفس الايه؟ المجموعه. السؤال الخامس، من الجدول التالي احسب العدد الذري للعنصر اكس. تعال نبص بقى هنشوف التلاته مع بعض. تعالى نحدد العدد الذري بتاع كل عنصر من الاكس والواي والزد عشان نخلص منهم. التلاتة ده في الدورة كام؟ التانية. الواي في الدورة، تعالى نمشي كده، الواي في الدورة التانية. الدورة التانية يعني عددين مستوى طاقة اخره في 5 ايه؟ يعني اخره 5، وده 2 يبقى 2 5، يبقى الواي بكام؟ ب7 الكترونات. الواي عنده كام الكترون؟ 7 الكترونات، او عدد الذري ب7. تعالى للاكس، الاكس ايه؟ 2 3 مجموعات، 2 8 اخره كام؟ 1.
عشان المجموعة 1A، يبقى الاكس ب11 اهو. الزد تعالى كده، 2 8 كام؟ 8، يبقى بكام؟ ب18. عشان بس ايه نبقى متفقين من الاول كده، احنا جبنا الاعداد الذريه بتاعت التلاته عشان ننجز منهم على طول. احسب العدد الذري للعنصر اكس، والله ده انا جبته ب11. ما الرقم الحديث للعنصر واي؟ ده 5A، يبقى المجموعه كام؟ ال15. عدد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي في ذره العنصر زد، عدد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي بكام؟ ب8. شوف الاسئله جت اتفه من اللي احنا حلينه، يعني احنا حلينا الاسئله الصعبه، يعني انا لما حليت الاسئله ديت حليت اللي هو السؤال جاي صعب، بس شوف السؤال جاي ايه سهل، بس انت ده ما انت حليت الاصعب، فطبعا لما تيجي تجيب السهل هيبقى تافه بالنسبه لك، فانا بعلمك ازاي انت تحل الصعب على طول. تعال نبص، حدد موضع العنصر واي 17 في الجدول الدوري. تعال نشوف ال 17، ادي 2 8 كام؟ 7، يبقى الدوره الكام؟ الثالثه، عشان طول 3 مستويات طاقه والمجموعه 7A، الدوره الثالثه والمجموعه 7A. طب مين العدد الذري للعنصر اكس بيساوي، تعال بقى نجيب العدد الذري، ده مجموعه صح؟ طب 17 ناقص منه 8، 17 ناقص 8 تبقى بكام؟ ب9، يبقى الاكس بكام؟ ب9. تعالى اهو العدد الذري للعنصر اكس بيساوي 9. طب ده الواي والزد ده في الدوره وكل واحد ايه بواحد بس، طب 17 يبقى الزد بكام؟ ب18، يبقى بينما العنصر الزد بيبقى بكام؟ ب18. تقع هذه العناصر نقط الجدول الدوري وهي تتبع الفئة نقط. طبعا تقع هذه العناصر في، هل هي في يسار الجدول ولا في يمين الجدول؟ طبعا هتقع في يمين الجدول وهي تتبع الفئة مين؟ بي، وهي تتبع الفئة بي. تشوف رقم 7 عندي دي، هل ديت مجموعة ولا دورة؟ دي دور، دي اولا، يبقى نجيب العدد الذري كده بقى بتاعه، ده ب6 طبعا، يبقى ده ب5 معايا كده، وده طبعا في فرق، يبقى المفروض ده ب1 وده بكام؟ ب2 معايا كده، ده طبعا ب7 عشان بس نبقى عاملين حساب. طبعا الكلام ده المفروض يبقى كلام سهل. ما رقم الدورة؟ تعالى احنا عندنا دي ب6، يبقى 2 كام؟ 2 4، الكي والال، يبقى الدورة الكام؟ الدورة الثانية. ما رقم المجموعة التي ينتمي لها العنصر بي؟ ما رقم المجموعة الذي ينتمي لها العنصر بي؟ ده ب1 وده بكام؟ ب2، يبقى رقم المجموعة 2A أو المجموعة التانية، ما احنا محددينها في الأول. طب يا مستر ما المفروض قبل الخمسة 4، بس خلي بالك شوف في فاصل أهو. ما العدد الذري للعنصر الذي يلي العنصر إيه في نفس المجموعة؟ في نفس المجموعة، شوف في نفس الإيه؟ في نفس المجموعة. نركز على دي أول. طبعا ايه ب3 ودي ب4 ودي ب5، طبعا ده طبعا قلت لك الفاصل ده، الفاصل ده بيدل على ايه؟ الفاصل ده بيدل على ان ده في فاصل في النص اللي هو بتاع الفعل الايه الانتقالي، عناصر الفعل ايه الانتقالي. يبقى ايه العدد الذري للعنصر الذي يلي ايه؟ طبعا المجموعه بتبقى فرق 8، يبقى 3 و8 كام؟ 11. الفئه التي ينتمي اليها العنصر اكس، طبعا الفئه مين؟ اس. نوع العنصر زد، ده طبعا اخر المجموعه، يبقى عنصر ايه؟ خامل. وما تكافؤ العنصر واي، ده طبعا في المجموعه 7 ايه اهوت، يبقى تكافؤ ايه؟ احادي، يبقى تكافؤ احادي، تكافؤ ايه؟ احادي. طب ليه يا مستر تكافؤ احادي؟ اقول لك يا حبيبي التكافؤ بتاعه احادي علشان ده عنصر لا فلزي بيكتسب ايه؟ الكترون. السؤال الثامن، الشكل المقابل يمثل المقطع من الجدول الدوري الحديث، ما العدد الذري للعنصر بي؟ العنصر بي ايه هو العدد الذري بتاعه؟ 2 3 4، يبقى كام دورة؟ 4 دورات اهم، 2 8 8، اوكي ال ام ان. طب ودي المجموعة ايه؟ المجموعة 1A، يبقى اخره 1، يبقى العدد الذري بتاعه بكام؟ 2 و8 10، و8 18، و1 19. وما فئة العنصر اي؟ العنصر اي ده لو بصيت هتلاقي اللي هو في الفئة الايه؟ الانتقالية، اللي هي بعدها على طول، يبقى الفئة بتاعته ايه؟ دي، يبقى الفئة بتاعته ايه؟ دي. نبص على الشكل رقم 9، الشكل المقابل يوضح التوزيع الالكتروني لعنصر اكس يقع في الجدول الدوري الحديث، هات موقع العنصر والفئة. طب قبل بس ما نجيب الموقع لازم نشوف ده العدد الذري بتاعه بكام؟ بقد ايه؟ طبعا ادي 1
اتنين، ده الكي اهوت، وادي ال وادي الام. تعال نشوف الام فيها كام الكترون. طبعا الام فيها كام؟ فيها اتنين بس. الام فيها كام الكترون؟ اتنين بس. طبعا يبقى ال كامل والكي كامل. انا بقول لك طريقة بسرعة، يبقى اتنين وهنا فوق تمانية وهنا اتنين، معايا كده؟ يبقى العائد الذري بتاعه بكام؟ ب 12. المفروض يبقى موقع العنصر، يبقى الدورة الثالثة المجموعة 2A، الدورة الثالثة المجموعة 2A، ده للعنصر X. الفئة التي ينتمي إليها طبعا 2A يبقى الفئة مين؟ S. استنتج العدد الذري للعنصر Y الذي يليه في نفس الدورة، نفس الدورة يبقى بكام؟ ب 13. في نفس المجموعة زود 8 على 12 هتبقى بكام؟ ب 20 على طول. السؤال العاشر، ما الحرف الدال على الجداول دي معايا؟ عنصر انتقال يقع في الفئة دي، اللي هي الفئة دي هتبقى العنصر مين؟ بي، معايا كده؟ عنصر خامل يبقى في آخر مجموعة اللي هو العنصر ايه؟ اكس. عنصر يقع في الدورة الثالثة والمجموعة 6A، الدورة الثالثة والمجموعة 6A. تعال نعد 1A 2A 3A 4A 5A 6A، دي المجموعة 6A اهو. الدورة الكام؟ الدورة الثالثة، ادي 1 2 3. تعال بقى نمشي كده في الدورة اهو مع بعض، العنصر مين؟ M. شوف جت ازاي؟ هقولها تاني، الدورة اهوت الثالثة، ادي 1 2 3، يبقى يقع في الدورة دي في 6A، ادي دي قلنا 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A، المجموعة الايه؟ ال 0A، معايا كده؟ يبقى هو العنصر مين؟ M. ما الفئة الكلية من عناصر A و B و D؟ ال A طبعا اهوت الفئة S، ال B الفئة D، و ال D فين ال D؟ اهي الفئة مين؟ B. اختر العدد الذري للعنصر B نقط العدد الذري للعنصر T. فين العنصر B؟ هنا اهو، والعنصر T هنا اهو. ده طبعا لو قلنا طبعا ده هنقول مثلا ب 1 2 3 4 5 26 مثلا، 27 28 29 30 31، وده ب 32 مثلا، عشان يبقى ايه؟ يبقى صح على طول 26 و 32. يبقى العنصر B العايز الذري بتاعه بكام؟ ب 26، والتي مثلا ب 32. مش اقول اي رقم، مش لازم، انا بقول لك الارقام الصح، بس هو مش لازم نفس الرقم. انا ممكن اقول هنا ايه مثلا؟ ايه؟ اقول هنا 6 وهنا 10. ليه؟ لان كنت ماشي هنا العدد الذري ماله بيزيد. يبقى العنصر B كده كده لازم يكون مين؟ اقل من العدد الذري لعنصر T، لازم يكون اقل من. اسئله متنوعه، سؤال 18، يعتبر جدول الدوري المندليف اول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر، ما الاساس العلمي الذي بنى عليه ترتيب العناصر في جدول مندليف؟ ايه هو الاساس اللي بنى عليه العناصر في جدول ايه؟ في جدول مندليف. الاساس العلمي بتاعه طبعا هو ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الوزن الذري، ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الايه؟ حسب الوزن الذري. ما مميزات وعيوب جدول مندليف؟ اقول الاول المميزات، تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وحدد كم اوزانها الذرية، وبالتالي راح تترك لها قناة فارغة في جدوله، ويصحح الاوزان الذرية المقدرة الخاطئة لبعض العناصر. دي المميزات. اما العيوب بتاعته، اضطر الى الاخلال بالترتيب التصاعدي للاوزان الذرية لبعض العناصر عشان خلاها في مجموعات تتناسب مع خواصها، كان سيطري مع التعامل مع نظائر العنصر الواحد على انها عناصر مختلفة. ليه؟ عشان اختلاف الوزن الايه؟ الذري. ديت المميزات والايه؟ والعيوب. ما المكسوب بالعدد الذري؟ هو عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ذره العنصر، عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ذره العنصر. ما الاساس العلمي الذي بنى عليه ترتيب العناصر في كل من الجدول الدوري لمزلي؟ ايه هو الاساس العلمي؟ ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري، ترتيب العناصر ترتيب تصاعديا حسب العدد الايه؟ حسب العدد الذري. الحديث، ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري، وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالايه؟ بالالكترونات. ما اهم اعمال كل من العالم مندليف؟ مندليف ده عمل ايه؟ مندليف ده عمل حاجات كتير قوي. اول حاجه قام بنشر جدوله الدوري في كتابه مبادئ الكيمياء، عمل جدول الدوري في كتابه اللي هو بتاع مبادئ الكيمياء. بعد كده عمل برضو العناصر
إن هو رتب العناصر المتشابهة الخواص في أعمدة رئيسية، وقسم عناصر كل مجموعة رئيسية إلى مجموعتين A و B عشان في فرق بين خواص العناصر بتاعت كل منهما، واكتشف إن العناصر تترتب ترتيبا تصاعديا حسب الوزن الذري بالانتقال من اليسار إلى اليمين، وقال لك إن برضه خواص العناصر بتتكرر بشكل دوري مع كل دورة إيه جديدة. ده العالم مين؟ مندليف. قول أي حاجة من اللي أنا قلتهم لك دول. العالم بور اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية في الذرة اللي هما كي ال ام ان او بي كيو. موزلي برضه عمل حاجات كتير قوي، ان هو عمل اطلق مصطلح العدد الذري على عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ذره العنصر، واكتشف بعد دراسه خواص الاسعه السينيه ان دوريه العناصر ترتبط بالعدد الذري وليس بالوزن الذري، وعدل جدول مندليف حيث رتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري، واضاف اليها المجموعه الصفريه اللي بتضم الغازات الخامله، ويخصص مكان الاسفل للجدول العناصر اللانسنيداد والاكتينيداد. ده مصري. راذرفورد اكتشف ان النواه الذره بتحتوي على بروتونات موجبه الشحنه. صنف العناصر الثريه الى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعه عناصر متشابهه الخواص. طبعا اول حاجه هنوزع ده كله مع بعض، ده يبقى 2 2 3 2 6 2 8 8 2 2 8 2 2 8 6. هتلاقي ان ده 2 8 6 و2 6، الاثنين دول مع بعض في نفس المجموعه، اما دول كده مع بعض في نفس الايه؟ في نفس المجموعة، دول في مجموعة 2A أما دول في مجموعة 6A عشان بيتركوا في آخر مستوى طاقة رئيسي، عدد الإلكترونات في آخر مستوى طاقة رئيسي. تعال نشوف ده 2 7 2 8 1 2 8 7 2 8 8 1 2 1. ده طبعا برضو 2 1 2 8 8 1 2 8 1، ده برضو نفس المجموعة 21A، اما 287 و 27 دول مجموعه 7A معايا كده. والفئه طبعا 1A و 2A في الفئه S، اما الباقي كله في الفئه P. لديك ثلاث عناصر تقع كمعيار في مجموعه واحده، حدد مع ذلك حساب رقم المجموعه 282 و 22 2882، ده التوزيع. رقم المجموعه طبعا هتبقى ايه؟ 2A. الفئه طبعا تبقى الفئه مين؟ S. الفئه مين؟ S. العنصر الذي يقع في الدورة الثالثة طبعا ده اكس عشان 2 8 ايه؟ 2 8 3. لديك ثلاثة عناصر اكس واي وزد اعدادها الذرية على الترتيب 12 13 14، وضح التوزيع الالكتروني. طبعا احنا كلنا بنعرف نوزع 2 8 2 2 من 8 3 2 8 4. الموضع ده طبعا هيبقى في الدورة الثالثة، الثلاثة هيبقوا في الدورة الثالثة بس ده في المجموعة 2 ايه 3 ايه 4 ايه. الفئة اس بي بي معايا كده. طبعا ده طبعا يعني المفروض ان انتوا فاهمين ان انا بقول كده ليه يعني. حد الفئه طبعا اس وبي وبي، ده اس ده عشان في المجموعه 2A، ده المجموعه 3A، ده المجموعه 4A، يبقى اس وبي وايه وبي. يقع العنصر واي نوع الواي اللي هو البي يبقى يمين الجدول، الواي بي يبقى اللي هو ايه يمين الجدول. سؤال رقم 8، عنصر تدور الكتروناته في أربعة مستويات طاقة ويحتوي على مستوى طاقته الأخير في ذرته على 2 إلكترون. أربع تدور الكتروناته في أربع مستويات طاقة، أدي أهو أربع مستويات الطاقة، الطاقة الأخيرة على 2 إلكترون يبقى هنا 2 وفي 8 8 2، يبقى ده العايز الذري بتاعه بكام؟ 2 و 8 10 و 10 كام؟ 20. وضح بالرسم التخطيطي توزيع الالكترون للعنصر ان 7 14 او 2 5 الكي والال. حدد موقع، خلاص بقى المفروض بقى ده احنا حفظناه الدوره الثانيه والمجموعه 5A والفئه B. تنتج العايز ذري العنصر الذي يليه في نفس المجموعه زود 8 7 و 8 كام؟ 15، الذي يسبقه في نفس الدوره يبقى بكام؟ ب 6. يسبقه يعني اللي قبله يبقى بكام؟ ب 6. عنصر فلزي اكس يقع في الدورة الثالثة وعندما يتفاعل مع الأكسجين يقاوم مركب صيغته X2O. بمعنى إيه X2O؟ يعني خلي بالك اللي هو تكافؤه أحادي، اللي هو تكافؤه إيه؟ اللي هو تكافؤه إيه؟ أحادي. ده معناها إن هو التكافؤ بتاعه أحادي. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. عرفت يا مستر إزاي اللي هو تكافؤه أحادي؟ مش إحنا كنا بناخد أدي الإكس لوحدها وأدي الأو، صح؟ الإكس جاية مع التو جاية مع الإكس يبقى هنا 2، ومفيش حاجة مع الأو يبقى هنا واحد. فاكرين لما كنا بناخد التكافؤ الحصه اللي انا عملتها مراجعه عما سبق دراسته علشان الحاجات دي. يبقى ده كده اخره واحد ويقع في الدوره الايه؟ الثالثه. يبقى تعالى كده نعملها 2 8 كام؟ واحد.
يبقى العائد الذري بتاعه بكام؟ هبص الاقي ان العدد الذري بتاعه ب11. معايا كده؟ المجموعة اللي تقع فيها العنصر اهو 1A، العدد الذري اللي نازل العنصر الاقي اللي هو بكام؟ ب11. 2 و8 و10 و1 11. الفئة طبعا 1A يبقى الفئة مين؟ S. معايا كده؟ ندخل على أسئلة مهارات التفكير العليا. العنصر اكس واي متجاورين في دورة واحدة نفس الدورة، فإذا كان العائد الذري للعنصر واي ب15، فإن العنصر الذري للعنصر اكس ربما يكون قد ايه او ايه؟ يعني جنبه من ناحية ولا من ناحية؟ يعني 14 او 16. 14 او كام؟ او 16. يبقى العنصر هيبقى ب14 او كام؟ او 16. ليه؟ ما هو ال14 جنبه ال16 جنبه. معايا كده؟ العنصران A و B متتاليين في مجموعة واحدة، فإذا كان العنصر A 3، فإن العدد الذري للعنصر B هيكون كام أو كام؟ اللي قبل التلاتة يبقى 1 أو كام؟ 1 أو كام؟ أو 11. 1 أو 11. يبقى العدد الذري للعنصر في نفس المجموعة هيبقى كام؟ 1 أو 11. عناصر الجدول الدوري لو تتراوح عددها بين 1 و18 بتحتل قد إيه؟ تحتل كام دورة؟ 3 دورات. ليه؟ عشان لو شفت هتلاقي 19 19 2 8 8 1، يعني 4 دورات. يبقى كل من 1 ل 18 دول بيحتلوا كام دورة؟ 3 دورات. عدد عناصر الدورة الثالثة في الجدول الدوري الحديث في كام عنصر؟ طبعا في كام عنصر؟ 8 عناصر. في 8 عناصر. يعبر الشكل نقط عن العلاقة بين عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير لذرات عناصر المجموعة A وأرقام هذه المجموعة. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير لذرات عناصر المجموعة A والأرقام بتاع هذه المجموعة. طبعا 1 هيبقى ب1، 2 ب2، 3 ب3، 4 ب4، 5 ب5، 6 ب6، و7 ب7. هيبقى ده طبعا. شبه العنصران B15 S16 في أن لهما نفس. تعال نبص. رقم الدورة الاتنين في نفس الدورة 2 8 5 2 8 6. عدد النيترونات 31 ناقص 15 بكام؟ ب16. 32 ناقص 16 برضو بكام؟ ب16. يبقى رقم ألف على طول. رقم المجموعة لا مش متشابهين في رقم المجموعة، وابقى ب والجيم غلط. عدد البروتونات ده ب15 وده بكام؟ ب16. يبقى هي هتبقى رقم ألف زي ما عملنا في الأول. رقم 5 عنصر رجع في الدورة الثالثة والمجموعة 13، وعدد نيتروناته في نواة ذراته بيساوي 14. يبقى نجيب عدد الذري الدورة التالتة، يعني اهم 3 دورات، مجموعة 13 يعني اخره 3، وهنا 8 وهنا 2. يبقى العدد الذري بتاعه ب13، وعدد البروتونات ب13، وعدد النيترونات ب14. 13 و14 بكام؟ 27. السؤال السادس، اخر سؤال معايا من الجدول الاتي: روبيديوم انديوم كبريت يود، صيغ المركبات الاتيه صحيحه ما عدا مين؟ تعال نبص مع بعض. ار بي اي الروبيديوم مع اليود. الروبيديوم واليود طبعا ده 1 اي و 7 اي، فالصيغه صح. ده هيكتسب الكترون، ده هيفقد الكترون، فالصيغه بتاعته هتبقى صح. الانديوم مع اليود ده ثلاثي وده احادي، فطبعا ده هيبقى برضو صح. الانديوم مع الكبريت ده ثنائي وده ثلاثي، فصح. مع اخر واحده بقى، الروبيديوم احادي والكبريت ثنائي، بس المفروض التو تبقى مع الروبيديوم، فديت هي اللي بتبقى غلط معايا. السؤال الاخير، علل: يتكون الجدول الدوري الحديث من 7 دورات افقيه. ليه اقوله؟ عشان كل دوره بتبدا بملء مستوى طاقه رئيسي جديد، ان كل دوره بتبدا بملء مستوى طاقه رئيسي. وعدد المستويات برضو المعروفه في اثقل الذرات كام؟ مستوى 7. وعدد مستويات الطاقه الرئيسيه في اثقل الذرات المعروفه 7 مستويات. لحد هنا كده نبقى خلصنا الدرس الاول. ان شاء الله المره الجايه نبدا في الدرس الثاني، واشوفكم المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.